أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث استهلت البورصة تعاملات الأسبوع على تباين في مؤشراتها بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2,540,000,000. وصعد مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 بنسبة بلغت 1.25%، ليغلق عند مستوى 17,739 نقطة. بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة بلغت 0.41%، ليغلق عند مستوى 3,637 نقطة. فيما ارتفع مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة طفيفة للغاية بلغت 0.1%، ليغلق عند مستوى 5,334 نقطة. وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، قفز سهم شركة مصر للفنادق بنسبة 15.45%، ليغلق عند 100 جنيه. يليه سهم شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 9.87%، ليغلق عند 8.57 جنيهات. ثم جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة الدلتا للسكر بنسبة 9.71%، ليغلق عند 41.80 جنيها. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم محقق تتاب شركة بلتون المالية القابضة بنسبة 28.63%، ليغلق عند 52 قرشا فقط. مشاهدينا، لتحليل أداء بورصة مصر ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة حنان رمسيس، محلل أسواق المال. مرحبا بكم سيدتي على قناة أزالي ببرنامج أرقام وأسواق. مساء الخير أستاذة رينال، أهلا بك. بداية، أن البورصة المصرية شهدت اليوم تباينا في الأداء، نبدأ من المؤشر الثلاثيني، ما تحليل حضرتك للأداء اليوم؟ طبعا النهاردة كان في تباين في أداء المؤشرات، وزي ما حضرتك ذكرتي أن في ارتفاع للمؤشر 30 بأكثر من 1.25%، احنا فوق المستوى 17,736 نقطة، وده بسبب مشتريات من قبل المؤسسات المحلية. طبعا شفنا في الأسبوع اللي فات كان في تفوق واضح للمؤشر 70 بسبب تعاملات الأفراد، وخصوصا الأفراد المصريين، وده اللي أدى لارتفاع خلال الأسبوع ب 11% مع تراجع المؤشر 30. لما دخلنا في هذا الأسبوع كنا متوقعين بسبب تدني أسعار العديد من الأسهم القيادية أن يكون فيها تجميع، وفعلا حصل بالفعل من أول الجلسة تجميع في العديد من الأسهم القيادية، وابتدت أن هي تصعد تدريجيا إلى أن في بعض الأسهم وصلت إلى مستويات يعني مرتفعة للغاية. في أسهم جابت 15% ارتفاع خلال الجلسة، وده بيرجع إلى مشتريات من قبل المؤسسات وأخبار إيجابية عن العديد من الأسهم تتعلق ب يعني ما داخل الشركة وما يدوق يجول في الأروقة. نعم أستاذة حنان، لو تحللي لنا المؤشر السبعيني أيضا. طبعا كان في ضغوط بيعية من قبل المتعاملين الأفراد بسبب المتجرات السريعة، وخصوصا في أسهم حقوق الاكتتاب اللي كانت ارتفعت الأسبوع اللي فات ارتفاعات عالية جدا. وطبعا بعض المتعاملين بيستخدموا النظم المتخصصة في التعامل زي النظام الهامش، فبيبقى لما يبتدي السهم ينخفض سعره او حق الاكتتاب بيبتدي ان هو يبقى المتعامل متخوف، فبيبتدي يبقى فيه بنقول بقى احنا عليها رمي في السوق ومبيعات دون تقيد باسعار حتى لا يعني يعمق من خسائره، وده اللي ادى الى انخفاض المؤشر 70. وهو يعتبر كل يوم كان بيأدي الاسبوع اللي فات قمم تاريخيه، وحتى لما انخفض في جلسه اليوم هو ما زال عند قمم تاريخيه لم يصل لها منذ 3 سنوات. سيدتي، الآن حديث الساعة يتحدث عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قررت طرح 20% من شركة بورسعيد لتداول الحاويات في البورصة المصرية. ما تقييم حضرتك لهذه الخطوة؟ طبعا ضمن سياسة الدولة لتفعيل برنامج ملكية الدولة والتخرج من بعض الأنشطة ولتوفير المدخول الدولاري، يعني فكرت الدولة في طرح 20% من بورسعيد للحاويات. وطبعا نشاط التداول الحاويات ونشاط النقل والتفريغ والشحن دي من الأنشطة الهامة جدا اللي بيقبل عليها المستثمر سواء في الداخل أو في الخارج، وسواء كان هتطرح المستثمر استراتيجي أو هتطرح في طرح خاص داخل البورصة للمستثمرين المؤهلين، فبيبقى له طبعا مردود جيد جدا. هو السير قدما في برنامج الطروحات، حيث يعني أقرت الدولة أن هي هيتم طرح 32 شركة منهم توفير 2 مليار دولار قبل 30/6، وفعلا شايفين أن الدولة جادة في اتجاهاتها وفي سلوكها أن هي بيتم توفير هذا النقد الأجنبي. وشفنا كمان أن ده ممكن يؤثر
تأثر بالإيجاب على استقرار سعر الصرف بسبب ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي بسبب توافر النقد الأجنبي اللازم في ذلك الالتزامات، فده يعرض أن الدولة لا تفكر في تحريك الجنيه مقابل الدولار اللي احنا دايما طبعا متخوفين منه تأثيره القوي على التضخم وعدم الخروج من دايرة مفرغة وهي دائرة التضخم. الأستاذة حنان رمسيس محلل أسواق المال، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة.